فاميلي اليوم مع إديث قوبا هريش، أهلا وسهلا فيكي، معالجة نطق ولغة وأستاذة جامعية. اليوم رح نحكي عن موضوع هيك بيلبق بعضه للفرصة شوي، الموسيقى وتعلم اللغة. بدنا نعرف أول شيء ونرجع نتذكر سوا شو هن الكفاءات اللغوية، كيف الولد بيتعلم اللغة وليه الموسيقى مهمة وبتساعد لحتى يكون عنده هيك تعلم أسرع؟ يمكن أكيد مهم كتير نحدد الكفاءة اللغوية، لأنه بس نحكي باللغة وبالتعبير أول شغلة بنفهمها هي كيفية النطق عند الولد، كيف الولد بيحكي بيقول كلماته بيقول الأصوات تبعه. بس ما ننسى أنه قبل ما يكون في هالجهاز تبع التعبير كله، في عنا كل الأمور اللي بتتعلق بالإدراك وبالفهم والاستيعاب اللي هن كتير أساسية لحتى هالولد يقدر يحلل النطق اللي عم يتوجه له. من ناحية تانية في ثالث شغلة كتير مهمة بالكفاءة اللغوية اللي هي استعمال اللغة، استعمال اللغة والنطق من الناحية الاجتماعية. ولما بنرجع ننظر الموسيقى بنلاقي إنه الموسيقى في عندها أمور كتيرة بتحفزها لتعزيز الكفاءة اللغوية، من ناحية الإدراك الحسي الصوتي، من ناحية الاجتماعية، ومن ناحية اللذة بالتعبير واللذة بالاختبار التعاطي مع الآخر. على كل حال نحن بنشوف بالحضانات وبالصفوف الصغيرة دايما الموسيقى هي من أسس التعلم، يعني على طول بيتعلموا أغاني، موسيقى، رقص، ريتميك، كيف يتعاطوا أوقات بالكلام مثل ما قلت كأنه ميوزيكل بصير بالصف يعني. فمعناتها هون معترف فيها تعليميا وعالميا بأنه هي وسيلة. نعم معترف فيها تربويا أكيد، لأنه الموسيقى لما بنحكي بالموسيقى أو بالإيفي ميوزيكال، هالوعي على الموسيقى وإدراك الأصوات تنربطهم ببعضهم مع النطق، منلاقي أنه الولد بالنهاية من هو وصغير، من هو ببطن أمه في عنده نوع من الإدراك، ابتداء من سادس شهر سابع شهر هو ببطن أمه بلش يدرك هالأصوات هيدي اللي صوت أمه أول شيء، وحتى الأصوات والأغاني اللي ممكن كتير عم بيكون عم يسمعها. بس يخلق الولد بيتذكر كمان هالموسيقى أو هالغنية اللي كان عم يسمعها بطريقة مكررة. هيدي أثبتت علميا يعني عبر الفحوصات الإيكوغرافية وبعض الأبحاث اللي انعملوا على الفيتوس ببطن أمه. فإذا أول شغلة بالنهاية هالموسيقى عم بتفعلها عند الطفل من ما قبل الولادة وبعد الولادة هي أول شيء الكشف، كشف الأصوات، تحديد الأصوات، إدراك الأصوات، كل هيدا بتساعد، كل هيدي الأمور بتساعد لأنه الولد يدرك الأصوات الكلامية، يربطها ببعضها، يحللها ويوضعها ضمن إطار اجتماعي. يعني معناتها هون إذا بدنا نرجع شوي للفاكتور دابرانتيساج، عوامل التعلم، في كمان الانتباه، في كمان التركيز، في كمان الذاكرة يلي عم تشتغل، بما أنه عم نقول أنه حتى لما بيكون جنين ببطن والدته بيقدر يتذكر شو اللي سمعه ويتفاعل معهم. على كل حال بهالدوكيومنتري بهالوثائقي الرائع يلي عملوه ناشونال جيوغرافيك يلي اسمه In the Womb، وشفنا فيه بهالكاميرا بقلب بطن الأم كيف الولد بيتفاعل مع كل الأصوات بشكل عام. نعم. معناتها هون هيدي أمور علمية محددة ومثبتة، هيدي أمور كتير مهمة، خاصة أنه بس يتعرض الولد للأصوات هو بالنهاية بأول سنة من عمره، بأول كم شهر وحتى بأول سنة كتير عنده إدراك حسي منشط. يعني في منتبه، بضل منتبه لكل الأصوات اللي عم يسمعها من حواليه، هالشي بيساعده لحتى يركز انتباهه ولحتى يصير عنده انتباه مستمر على محيطه وخاصة محيطه الصوتي ببادئ الأمر. من بعدها بيرجع هالكشف على الأصوات وتحديد الأصوات بيساعده لأنه يميز بعدين الأصوات الكلامية والأصوات اللغوية اللي هو بحاجة لها لحتى يتعلم يقرأ ويكتب ولحتى يتعلم يربط الأصوات ببعضها. لما بيسمع موسيقى معينة لحن معين وبيحدد
كمان هالشغلة رح تطلب منه مهارات للذاكرة، يعني هو بده يرجع يسترجع بذاكرته هاللحن اللي سمعه أو هالصوت اللي سمعه، ويربطه بحالة معينة كان موجود فيها سمع هالصوت مع شخص معين سمعه أو بكلمة معينة أو بإطار معين. هالشي رح يساعده كمان اجتماعيا، ورح يساعده ليعزز الذاكرة تبعه، الذاكرة الفورية والذاكرة الطويلة الأمد. معناتها الصورة والصوت بأهمية الصورة، بأهمية طبعا الصورة بالتعلم. ذكرت مرتين المهارات الاجتماعية، شو يلي بالموسيقى بيأثر على المهارات الاجتماعية عند الولد، وكيف إذا بدنا نحكي بالأعمار كمان؟ إجمالا بالمهارات الاجتماعية في دراسات وأبحاث جديدة عملت مش من كتير زمان، بيّنت قديش في نوع من التفعيل لترابط الشبكات الدماغية بين المناطق الدماغية المسؤولة عن الإدراك الصوتي والمناطق المسؤولة عن الحركة. الحركة شو منقصد فيها؟ يعني أنا وقت عم بلعب موسيقى أو عم دق أو عم حيالله ولد عم يكتشف بالموسيقى، في مقابله أشخاص معينين عم يتفاعلوا معه. هالتدريب هيدا بيساعد الولد إنه يصير يحلل سلوكيات اجتماعية موجودة عند الشخص اللي مقابله، وبتخلق له طريقة تعامل سليمة اجتماعيا، بصير يتطلع أكثر، ينطر أكثر، لأنه بلغة الموسيقى بالنهاية هي مش بس لغة صوت بس هي كمان لغة غير شفهية، فيها كتير اتصال نظري، فيها كتير إشارة، فيها كتير تعبير وجه وأحاسيس. من شان هيك منشوف أوقات ولد بيبكي على موسيقى معينة، ولد بيفرح، يعني مش معقول كيف بتكون غريزية الأمور عنده. أنه في بعض الأحيان، وأنا شهدت هالشي على أولاد صغار بيسمعوا غنية واحدة بتبكيون وأغاني باقية، يعني أبداً بينبسطوا عليها وبيفرحوا، بيحسوا من النغمة قديه هون في لحن حزين، قديه هون في لحن فرح. كيف هيك بيصير؟ هالتفاعل كتير مهم، لأنه الولد بالنهاية لما كمان منهيئ له كل هالانتباه والتركيز على الآخر وعلى سلوكيات الآخر من خلال الموسيقى وهالتفعيل اللي عم بيصير بدماغ، بيقدر هالولد يستنتج يحلل أكثر هالسلوكيات هيدي ويتفاعل معها، وخاصة عاطفيا كمان، ولأنه عم يتعلم كمان، عم يتعلم أمور تانية، عم يتعلم أمور جديدة مثل كلمات جديدة. لأنه لما منشوف مثلا بصفوف الروضة لما ببلشوا يستعملوا الأغاني والكلمات، كل هالأمور هيدي بتخلي الولد يدخل ضمن إدراك مش بس حسي صوتي، بتخليه يفوت بالمعنى الكلامي، بتخليه يصير عنده مخزون لغوي متشعب أكتر، بتخليه كمان يصير عنده إدراك لمحيطه، محيطه من الناحية الزمنية، يعني شو اللي بيجي قبل شو، لأنه بالنهاية الغنية هي قصة، الموسيقى هي قصة بحد ذاتها، في تسلسل معين لوقع معين لكلمات معينة بالنهاية، والولد بيفوت فيها وعاطفيا كمان بيرتبط فيها. هون إذا بدنا نحكي عن المواضيع، إذا بدنا نحكي عن كل أنواع النصوص كمان يلي نحن مندرسها بالمدارس حتى للصفوف التكميلية والثانوية أيضا، هون تصديقا يعني على كلامك إديث، خلينا نحكي شوي عن نحن كأهل كيف فينا نحفز هالموضوع. هل لازم أنه نحفز هالموضوع أو منترك الأمور تكون طبيعية وتلقائية؟ منعرف أنه كمان اليوم بدراسات معينة مثل ما ذكرنا من أيام الحمل بيقولوا للسيدات إذا فيهم يسمعوا أكثر موسيقى وتحديداً الموسيقى الكلاسيكية. ليه بيذكروا كتير الموسيقى الكلاسيكية؟ وقديه نحن لازم نشتغل على الموضوع كأهل خلال طفولة ومراهقة أولادنا كمان؟ هلأ طبعا لما منحكي بالأعمار وبهالتحفيز هيدا، أول شغلة منقولها للأهل ما في شيء بالإجباري بده يكون. الولد بده يكون موجود بمحيط في عنده تحفيزات معينة على جميع الأصعدة، منها التحفيزات الموسيقية. هلأ التحفيزات الموسيقية والكلاسيكية بطريقة محددة هي لأنه فيها مقاطع معينة بتساعد هالولد لا يتعود على التغيرات، على
نوعية والبارامتر تبع الأصوات المعينة، وكيف عم بتتم هالمقاطع الموسيقية هيدي اللي بتخليه يحدد كمان الأمور زمنيا وكمان بتساعده لا يدرك بطريقة صحيحة نوعية الأصوات اللي عم يسمعها، لأنه بدنا نهيئه للأصوات الكلامية، كلها مرتبطة بالأصوات الكلامية. من ناحية تانية، لما نوصل بين عمر الست شهور وثمان شهور منقول أنه كتير منيح نبلش بهالتحفيزات هيدي، بس مش معناتها أنه كل الولاد بدهم يروحوا على أتوليه معين، أو لأنه يمكن مش موجودة الإيفاي ميزيكال كمان صارت موجودة، يمكن مش كلها موجودة أو متوفرة، بس يعني إذا كان موجود عند الولد بعض الآلات الخشخيشة اللي بيستعملها الولد هو صغير، هالانسترومنت بيركسيون الخشخيشه، الكزيلوفون بيطرطق عليه، الطنبور، الدف، كل هالامور هيدي بتساعده للولد. هلا يمكن نحن بنقول انزعجنا او كثير عمل ضجه، بس نحن بدنا نفسر له للولد انه الصوت اللي عم يصدره، هالاكتشاف اللي عم يعمله بالنهايه، نحن بدنا نفهم انه له قيمه، عنده له قيمه لحتى يحفز له تطوره، وتطوره المرتبط بطريقه مباشره بتطور الاصوات اللغويه. ما نتغاضى ابدا عن هالموضوع هيدا، ولا نستلشئ بالموضوع. الولد مبسوط لانه عم يكتشف، بس طبعا بده يكون في تنويع، يعني الاهل مش بس بدهم يسمعوا ابنهم بيانو كل الوقت، او بده يكون في تنويع، وتنويع كمان بالاغاني، لانه الولد بهالعمر هيدا كتير بيهتم بأصوات الأشخاص. ما نغني كتير الأغاني، لو منغني غلط أنا أتفضل ما بس لو منغني ما بس لو منغني لأنه الولد كتير بيهتم لأصوات الأشخاص، وهيدي اللي بدنا إياها بالنهاية بالتفاعل، لأن إحنا بدنا نحكي عن الشق الاجتماعي كمان، يعني هيدي كتير أساسية. لو منغني غلط نغني، وفينا نحن نلعب على اللحن كمان لحتى نخفف، نبطئ، نسرع، نطوح شوي، نمشي أسرع شوي، لأنه الأصوات الكلامية خاصة بالعربي كمان، بس نبلش قراءة وكتابة وإملاء، في أصوات طويلة، أصوات قصيرة، أصوات قوية، أصوات خفيفة، كل هالأشياء رح تساعد الولد من هو وصغير، ورح تخليه كمان اجتماعيا يرتبط أكثر بالأشخاص اللي هو معهم. هلأ لحتى نحكي أكثر بانسترومان أو آلة موسيقية، يعني في بعض الآلات أكيد أصعب من غيرها، يعني في أولاد بيقدروا يبلشوا ابتداء من عمر الأربع سنين خمس سنين على البيانو، لأنه في برامج معينة للبيانو مع بعض المقاطع الموسيقية المعينة للبيانو بتساعد الأولاد. شو اللي أصعب من غيره؟ شو الأشياء الآلات اللي بدها كوردينيشن أكتر، بدها تنسيق حركات أكتر بين بالأصابع، مثل الجيتار مثلا يمكن أصعب شوي من غيرها، مع أنه البيانو بس إجمالا بأي حركات. عمر بينصح أنه يبلشوا الأولاد تعلم الموسيقى الآلات؟ ابتداء من 3-4 سنين لبعض الآلات، وست سنين للبعض الأشياء التانية، الماكسيموم دايما ما في عمر محدد، بس المهم أنه هالإيفاي يكون عم ينعمل مع أشخاص عندهم الكفاءة، الكفاءة مش بس الموسيقية، لأنه نحن ما بدنا نطلع بس موزار من ولد عمره، بس بدنا نخلي هالولد يقدر يكتشف أكثر. يعني من هيك مهم أنه يكونوا الأشخاص اللي عم بيرافقوا الولاد أشخاص عندهم إلمام بكل هالأمور هيدي التطورية والتنموية عند الولاد. في كمان يعني مؤخرا عم نشوف ومن أيام ولادنا كمان هالفيديوز يلي بينعملوا، رح أذكر منهم بيبي أينشتاين مثلا، يلي هو بيجمع الصورة الحركة مع الموسيقى، أو إجمالا بتكون موسيقى كلاسيكية رايقة. شو منقول عن هالموضوع؟ أوقات بيصير في شوية مبالغة بوجود هالفيديو. هيدي هي المبالغة، كتير بتضر، يعني كل شيء متى ما زاد بالمعنى نقص بالنهاية، لأنه عم نحط هالولد قدام شاشة، ما عم نحط هالولد قدام شخص، ونحن منشدد كتير على نمو التفاعل الاجتماعي والسلوكية الاجتماعية بعمر صغير، خاصة بالعمر اللي بيبي أينشتاين بيتعرض له الولد، يعني بين 6 شهور و9 شهور وسنة وسنة. يعني هون بدنا ننتبه كتير أنه صحيح في موسيقى، صحيح في صور، بس بالنهاية إذا منكون عم نتفاعل مع هالولد عم نغني له، يمكن بتفيده أكتر بكتير اجتماعيا ولغويا من أنه ينحط بس قدام بيبي أينشتاين. هلأ
كمان الفترة يعني يمكن في مقاطع معينة بأنشتاين بيكونوا لكم دقيقة أو نحن منفضل إنه كل ما خفف يعني أفضل كمان الأوديو من إنه يكون أوديو فيزيوال ببعض الأحيان. الأوديو فيزيوال بيساعد يعني الصوت والصورة، الربط بين الصوت والصورة كتير بيساعده، بس الولد بالنهاية في الصورة تجذب أكثر وبدأ يمكن تحليل تلهي أكثر الموسيقى. خاصة بوقت يمكن الولد بعد ما عنده قدرات الربط بين الصوت والصورة بطريقة مفعلة. ما لحقنا ناخذ اتصالات، ما بعرف إذا بعد من لحق ناخذ اتصال أو اثنين، بس عنا سؤال أيضا تحت الهواء، إذا ولد عمره 3 سنين بعد ما بيحكي هل الموسيقى ممكن تحفزه أنه يحكي أو الأغاني؟ للأطفال اللي عندهم صعوبات لغوية وصعوبات بالتواصل كتير مهم أنه يتعرضوا للموسيقى وتحفيز الموسيقى، بس مش معناتها أنه تعلم الموسيقى بآلة معينة. لما كان يعني الأمور اللي ذكرناها، الأمور اللي ذكرناها، يسمع نغني له، نعمل أصوات معه، نحفز على هالريتم هالنغم بموسيقى معينة، نضرب مثلا على آلة معينة ونطلع صوت معين بام 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 بهالأمور، هيدي كلها بتساعد لأنه الولد تخلق له الموتيفيشن، بيصير هو مبسوط ومنعزز له. هون طبعا إذا ما في مشكلة طبية، طبعا إذا ما في مشكلة طبية، إذا ما في مشكلة سمعية أكيد نحن هون عم نحكي عن الأمور العضوية كلها بدنا نكتشفها قبل، مش معناتها أنه ما فينا نستعمل موسيقى من بعدها. حتى لو في مشاكل عضوية أو مشاكل طبية فينا نساعد الولد، بس مش بس بالموسيقى. الموسيقى هي نشاط ممكن يحفز، بس في أمور تانية بدنا نخدها. على كل حال فيني أذكر كمان أشخاص كتير ما بيسمعوا، عندهم مشاكل سمع وبيتفاعلوا مع الموسيقى وبيرقصوا، وشفناه بالجنريك تبع صار الوقت لا مارسل غانم، هالشاب اللي اسمه بيير إذا مش غلطانة، اللي رقص بشكل رائع جدا. شكرا لك إديث القوبا هريش، أهلا وسهلا فيك. بريك صغير ومنتابع مع جيت فيت.